بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد أشرف خلق الله أجمعين. أيها الإخوة السادة المشاهدين الكرام، حياكم الله وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الثانية من برنامج استفتي قلبك عبر قناتكم قناة نور مينا. حياكم الله، وأتشرف أن أكون أنا معكم في هذه الحلقة بعد أن كنا معكم في الحلقة الماضية وبينا أهداف هذا البرنامج الذي هو بعنوان استفتي قلبك، وقلنا أنه نتيجة لحاجة الإنسان المسلم الذي يريد أن يعرف أحكام دينه وأن يتعرف على إسلامه العظيم وهذه المبادئ الراقية والرائعة من إسلامنا، كان هذا البرنامج من أجل أن نسلط الضوء على كل القضايا، قضايا الإيمانيات، قضايا السلوكيات، العبادات، المعاملات، كل ما يخص الإنسان المسلم في هذه الحياة. نحاول إن شاء الله قدر المستطاع أن نقدم لكم وجبات خفيفة تنير القلب والعقل، ومن أجل أن يكون هذا الإنسان يسير في طريقه الصحيح إلى الله سبحانه وتعالى. حلقة اليوم إن شاء الله هي استكمال للحلقة الماضية، وهي بعنوان وسائل القرآن الكريم في إصلاح المجتمع. بينا في الحلقة الماضية أن هدفنا هو الإصلاح، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا وقال: وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هذا الباب أردنا أن نتحدث اليوم في هذه الحلقة الثانية عن وسائل الإصلاح في القرآن الكريم للمجتمع، كيف نصلح هذا المجتمع، ما هي الأمثلة التي ذكرها القرآن الكريم عن الأمم السابقة، كيف كانت وكيف حدث معها، وكيف من آمن كيف كان في طريق الله سبحانه وتعالى، ومن كفر أيضا بالله كيف كانت نهايته. سنتحدث في هذه القضايا. لماذا نتحدث عن الإصلاح؟ لماذا نتحدث عن وسائل القرآن الكريم في إصلاح المجتمع؟ لأن الإصلاح له ثمار أيها الإخوة، لأن له إيجابيات على حياة الإنسان المسلم والمسلمة، يشعر بها وهو يتعامل في كل يوم مع نفسه، مع أهله، مع زملائه في العمل، مع أمته. كل شيء سببه كيف تكون مصلحا وكيف يكون المجتمع صالحا، وبالتالي إذا صلح المجتمع صلحت الأمة، صلحت هذه الأمة التي نحن في هذا الزمان بأشد وأمس الحاجة أن نكون صالحين وأن نكون في طريق الله سبحانه وتعالى. وقلنا أن من ثمار هذا الإصلاح أنه يكون سببا في دفع الهلاك والبلاء والوباء والفساد عن الأمة. عندما يكون الإنسان مصلحا وصالحا، الله سبحانه وتعالى يدفع الهلاك عن الأمة، عن الشخص، عن نفسه، عن أهله، عن أمته، عن البشرية قاطبة. يقول الله سبحانه وتعالى: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. سبحان الله، هذا وعد من الله سبحانه وتعالى أن لا يهلك أي أمة وأهلها مصلحون، وأهلها مصلحون، ولم يقل فقط صالحون. إذن نحن من هذا الباب علينا أن نكون مصلحين، كل إنسان رجلا كان أو امرأة، شابا أو فتاة، يجب عليه أن يغار على هذا الدين العظيم وأن يصلح قدر استطاعته. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يصلح صديقه، يصلح والده أو الوالد، يصلح أبناءه، يصلح زوجته، يصلح جيرانه، يصلح زملائه في العمل، وهكذا يكون الإصلاح طبعا بالحكمة والموعظة الحسنة وليس بالقوة والقسوة والشدة. أيضا أيها الإخوة، الإصلاح سبب لتحقيق الأمن في المجتمعات، وأنتم كما تشاهدون الحمد لله طبعا على نعمة الإيمان في هذا البلد الكريم،
نحن يعني نباهي ونفاخر الدنيا بالأمن والأمان. انظروا في كل البلاد من حولنا، سبحان الله، أنتم طبعا تشاهدون كل يوم ماذا يحدث من يعني تقتيل الأطفال والنساء والرضع، ومن تدمير للممتلكات والبنى التحتية في كل الدول التي من حوالينا، ونحن في هذا يعني الخضم سبحان الله في أمن وأمان واستقرار، وندعو الله سبحانه وتعالى أن نبقى كذلك في أمن وأمان، وأن نشعر بالفرح والسرور والسعادة والهناء والإيمان حتى نلقى الله عز وجل ونحن على ذلك. قال تعالى: فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من يتقي ويصلح لا يخاف ولا يحزن. نحن إذا كما تشاهدون الناس في خوف، تخاف من كل شيء، تخاف من الغلاء، تخاف من الأمراض، تخاف من الكيماويات التي نسمع عنها، تخاف من الجراثيم، تخاف القنابل الجرثومية والكيماوية، حدث ولا حرج، الناس في خوف، لكن المؤمن الحقيقي لا يخاف. المؤمن الحقيقي مربوط قلبه مع الله، المؤمن الحقيقي يصلح وينصح. لذلك فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أيضا من ثمار الإصلاح كما قلنا أنه سبب لاستجلاب مغفرة الله. نحن كلنا خطاؤون، كلنا في كل لحظة نخطئ، في كل لحظة يعني نعمل الخطأ، ويجب علينا أن نستغفر الله سبحانه وتعالى. فالإصلاح سبب لاستجلاب المغفرة، وما نريد أكثر من ذلك أن يغفر الله سبحانه وتعالى لنا. وكلنا نخطئ في كل لحظة، في كل ثانية، في كل كلمة، في كل همسة نخطئ. يقول الله سبحانه وتعالى: وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. أيضا إذا أصلحت بسبب إصلاحك، بسبب غيرتك على هذا الدين، الله سبحانه وتعالى يغفر لك. ومن منا لا يريد أن يكون مغفورا له هذه الذنوب الكثيرة التي يعني نأتي بها كل يوم، كل صباح ومساء، كلنا بحاجة إلى مغفرة الله سبحانه وتعالى. إذن الذي يقوم بالإصلاح الله سبحانه وتعالى يغفر له، فهنيئا لمن كان في هذه الطريق، رجالا كانوا أم نساء. أيضا الله سبحانه وتعالى يمد لهذا الإنسان، لهذا العبد المصلح، بالتوفيق، الله يوفقه. هناك حديث أن الله سبحانه وتعالى إذا كان هناك حاكما يريد أن يقضي أو قاضيا وكان صادقا مع الله، فإن الله ييسر ملكا لينطق الحكم على يعني على كما يريد. لا يعني الله لا يخذل هذا الإنسان المصلح، هذا الإنسان الذي يغار على هذا الدين. أيضا كما قال ابن عباس: وكذلك كل مصلح يوفقه الله للحق والصواب. والله أننا كلنا بحاجة أن يوفقنا الله إلى عمل الخير، إلى فعل الصواب، أن نبتعد عن الشر، أن نبتعد عن الظلم، أن نبتعد عن الفساد. وحدث ولا حرج عن الفساد، حدث، يعني كلنا نسمع الفساد يعني يملأ الأرض والسماء في كل البلاد. لذلك هذا الإنسان المصلح الله يوفقه ويمد في عمره وفي رزقه وفي يعني في حياته، ويوفقه أن يكون حكيما في كلامه وأن يكون صادقا فيه. ومن منا لا يريد ذلك؟ كلنا. إذن الإصلاح له ثمار عظيمة، كذلك الإصلاح سبب لاستجلاب الخيرية والوصف بالخيرية. نحن أمة قال الله سبحانه وتعالى عنا: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هل نحن الآن نستحق هذا الوصف؟ هذا سؤال استفتوا قلوبكم من أجل أن تعرفوا الجواب. هل نحن نستحق هذا الوصف؟ كثير منا يتساءل هذا السؤال. أنا أبشركم أن هناك الكثير، وخصوصا من يعني الناس الذين يرتادون بيوت الله وما زالوا يصلون وما زالوا يتقون الله من الرجال والنساء والشباب والفتيات، هناك كثر إن شاء الله يكون ينطبق عليهم هذا الوصف، لكننا نريد أن يكون هذا الرقم كثير، أن نكثر هذا الرقم من أجل أن تكون الأمة كلها خير أمة أخرجت للناس.
من منا لا يحب أن يكون في هذه الأمة التي هي خير الأمم؟ والله كلنا نحب، كلنا يشتاق ويرجو من الله سبحانه وتعالى أن يكون خير إنسان في خير أمة، هذه الأمة التي ستكون شاهدة على الأمم يوم القيامة. كلنا نحب ذلك، حتى وإن عصينا، لا سمح الله يعني عصينا الله سبحانه وتعالى، فإن باب التوبة مفتوح للمغفرة ومغفرة الذنوب، والله سبحانه وتعالى يغفر لنا ويتقبلنا في الصالحين. لذلك كلنا بحاجة أن نكون خير أمة أخرجت للناس. إذن من وسائل الإصلاح أيها الإخوة، ما دمنا نرى هذه الثمار الجميلة والعظيمة والجليلة على الإنسان وعلى أهله وأسرته وأمته، من وسائل الإصلاح التي ذكرت في القرآن الكريم، أولا، وأتمنى أن تعوا هذه الوسائل وأن تقوموا بالتكيف والسلوك معها وأن تعوها حق الوعي والإدراك، أولا العمل على تغيير ما بالأنفس. قال الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لابد أن تغير أيها الإنسان ما في نفسك، أن تتجه إلى الله سبحانه وتعالى. إذا أخذك الأصدقاء أو الصديقات يمينا أو يسارا وأردت أن تلتجئ إلى الله وتسير في طريق الله، عليك أن تغير ما بنفسك في هذه النفس، أن تغير إلى الأحسن إلى الأكمل. معنا اتصال. ألو. 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 اتفضل أنت على الهواء أخي الكريم. ألو، السلام عليكم. أخي عمر، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. يعطيك العافية. الله يعافيك أخي عمر. كيفك يا شيخ؟ تفضل يا أخي الكريم. الحمد لله، إحنا وياك بخير إن شاء الله. والله يا شيخ، بالنسبة للأمور اللي تتحدث فيها أمور طيبة وكريمة والحمد لله رب العالمين. الحمد لله. فإحنا العودة إلى الله سبحانه وتعالى والإصلاح بين الناس، حتى الإنسان لو بميل على نفسه في الإصلاح بين الإخوان اللي بينهم شحناء وبينهم كذا، نعم، ما صار وضعنا هيك. صح. واللي استفتي قلبك، الإنسان لما يصير عنده أي شغلة فمبران أنه بتوجه لأي شيخ. أنا تلقائيا بكون عارف السبب قبل ما أروح على الشيخ. أكيد. لأنه مثل اللي بروح من أقول يا شيخ والله أنا صايم في رمضان وراء الطاحون، ممكن أنه نزل دم وممكن ما نعم. نزل دم، هو عارف أنه نزل أو ما نزل. صح. هو شاعر في الحكي هذا. نعم. فالشيخ شو بدل لي يعني، لو عدنا مواخذ الشيخ بقول إذا شعرت في نزول الدم إلى الجوف فعليك قضاء الصوم. صحيح. فإحنا إن شاء الله أن نرتجع إلى الله سبحانه وتعالى، بتكون أمة موحدة وبنحب الإصلاح وليس الفساد. نعم. والله يجزيك الخير على هالبرنامج وبارك الله فيك. الله يجزيك الخير أخي عمر، وبتمنى إن شاء الله ظلوا إحنا وياكم على تواصل، لأنه هذا البرنامج منكم وإليكم. والله إني يا شيخ أني بشارك في جميع البرامج. ما شاء الله عليك. الدينية والوطنية اللي بتهم الوطن وبتهم الإسلام بالدرجة الأولى. الله يجزيك الخير، إحنا على كل برنامجنا هو ثقافي ديني علمي اجتماعي، يعني راح إن شاء الله نطرح جميع القضايا، وبارك الله فيك، وأنت إن شاء الله ستكون إن شاء الله من المصلحين أخي الكريم إن شاء الله.